بسم الله نكمل مع بعض دورة أساسية سي بلس بلس. إن شاء الله في الفيديو ده هناخد حاجة فانكشن، هناخد فانكشن الريتيرن تايب بتاعها ستراكشر. اللي خدنا الفيديو اللي فات إن إحنا ممكن نباص انبوت نوع ستراكشر الفانكشن. طيب لو إحنا عايزين برضه نباص انبوت ستراكشر الفانكشن وفي نفس الوقت عايزين نرجع حاجة من نوع ستراكشر، هنشتغل ان شاء الله في الفيديو ده اللي هو الريتيرن تايب بتاعي هو ايه حاجه من نوع ستراكشر. طيب يلا نعمل ستراكشر. احنا عايزين يعني هنعمل مثال. المثال ده بيعمل ايه؟ يجمع لنا اتنين ستراكشر مع بعض. فاكرين مثال بتاع الفيت والانشز اللي انا بجمعهم مع بعض وفي الاخر اظهر الناتج بتاعهم في ستراكشر تانية؟ تعالوا بقى ايه نعمل المثال ده بس ايه على هيئة فانكشن. تمام، الداله بتاعتي اسمها ايه؟ اسمها وليكن اد اد اد. طيب بترجع حاجه من نوع ايه؟ لما انا اد ستراكشر مع ستراكشر هو انت هيكون ايه؟ هيكون ايه؟ هيكون حاجه من نوع ستراكشر، صح؟ طيب يلا نعمل ستراكشر الاول. ستراكت برضه ديستنس. تمام، ديستنس دي فيها ايه؟ فيها زي ما قلنا فيت وينشز. تمام كده خلصنا ايه استراكشر. خش فانكشن. فانكشن هترجع حاجه من نوع ديستانس، يبقى ديستانس اسمها ايه؟ اسمها هيكون اد. هنقاد ايه؟ هنقاد حاجتين من نوع استراكشر برضو، يبقى هنقاد ديستانس وديستانس ونحط ناتج في حاجه من نوع ديستانس. يعني هنقاد فيت فيت الديستانس الاولى مع فيت الديستانس الثانيه، وانشز الديستانس الاولى مع انشز ديستانس الثانيه، ونحط الجمع بتاعهم في كل واحده فين؟ في الديستانس الثالثه. فاهمين؟ تمام يلا. يبقى هحتاج ايه؟ اتنين انبوت، الاثنين من نوع ديستانس اللي هو ايه؟ ستراكشر يعني. وديستانس وليكن اسمها دي دي واحد، وديستانس و ديستانس وليكن اسمها دي دي 2. تمام خش. هحتاج واحدة هاخد فيها الجامعة هسميها مثلا وليكن ديستانس دي دي 3. يلا قلنا نعمل ايه؟ هنجمع الفيت مع الفيت والانشز مع الانشز، بس هنحط في بالنا لو الانشز اكبر من 12 هنطرح منها 12 ونزود على الفيت ايه 1 عشان الفيت في 12 انش قلناها قبل كده. يلا ديستانس دي دي 3، يلا نقول ايه؟ دي دي 3 دوت انشز دوت دي دي 3 دوت انشز دوت هنا الانشز ايه؟ ما ادولناش ايه في ما ادولناش. طيب دوت معلش انا اسف. يلا دي دي 3 دوت اهو قال انشز ايكوال ايه؟ دي دي 1 دوت ايه؟ انشز زائد دي دي 2 دوت ايه؟ انشز. تمام كده ايه جمعنا انشز مع الانشز وحطيناها في دي دي 3. خش الفيت اقول دي دي 3 دوت فيت هعدل له قيمه الابتدائيه الاول عشان هدخله في عمليه دلوقتي يساوي 0. خش اف اف ايه؟ اف دي دي 3 دوت دي انشز دي لو دي دي 3 دوت انشز دي اللي هي حاصل الجمع انشز ايه اكبر من ايه؟ اكبر من او يساوي 12 اعمل ايه؟ هنقص منها 1 يبقى دي دي 3 دوت انشز ماينس ايكوال 12 نقص منها 1 نقص منها 12 والدي دي 3 دوت فيت زود عليها 1 بلس بلس. تمام يلا واعمل العمليه بقى دي دي 3 دوت فيت بلس ايكوال ايه دي دي 1 دوت فيت زائد دي دي 2 دوت فيت. كده خلصنا، جمعنا الانشز مع الانشز وحطينا في 3 وجمعنا الفيت مع الفيت وحطينا في 3. نعمل ايه في الاخر بقى؟ نرترن بقى عشان اهو عندنا ريتيرن تايب من نوع ديستانس، يبقى اعمل ريتيرن لحاجه من نوع ديستانس. اعمل ريتيرن لايه؟
قولوا انتوا للدي دي 3، يبقى ريتيرن دي دي 3. تمام كده خلصت الفانكشن بتاعتي. فانكشن بسرعه كده بتاخد حاجتين من نوع ديستنس وتجمع كل انش مع انش والفيت مع الفيت، تحطهم ايه في حاجه من نوع ديستنس برضو وترجعها. طيب كده خلصنا الفانكشن، نخش المين. عايزين نجمع حاجتين من نوع ايه؟ من نوع استراكشر. يلا نقول ديستنس، ديستنس دي واحد ودي اتنين ودي تلاتة. يلا عايزين نجمع ايه مع ايه؟ دي واحد مع دي اتنين، ونحط هناك في دي تلاتة. نقول دي واحد بيساوي ايه؟ بيساوي وليكن اتنين وعشرين، والتانية بتساوي اتناشر، اتناشر خليها اربعتاشر بوينت زيرو، عشان يبقى اكبر من اتناشر عشان يطرحوا، وزود على ايه؟ على اتنين وعشرين واحد. دي اتنين اكوال وليكن تمنتاشر عفوا وخمستاشر بوينت زيرو، عشان برضه يزود على ايه؟ على التمنتاشر، على تمنتاشر واحد. يلا عايزين نجمع، نخش على الدالة دي. الدالة دي ناخد ايه؟ الاسم بتاعها. تمام بتاخد انبوت، بتاخد انبوت اتنين حاجة، حاجتين من نوع انبوت عفوا. اعمل نكمل مع بعض. احنا قلنا هنا اد، ادي حاجتين من نوع ديستنس. اول واحدة ايه؟ دي واحد، تانية تبقى دي اتنين. طيب هرجع حاجة من نوع ايه؟ من نوع ديستنس برضه، فممكن احطها في ايه؟ في الدي تلاتة. دي تلاتة دوت فيت بيساوي دي واحد دوت فيت زائد دي اتنين دوت فيت، ودي تلاتة دوت انشز بيساوي دي واحد دوت انشز زائد دي اتنين دوت ايه؟ دوت انشز. يلا بقى ايه؟ نقول سي اوت دي تلاتة دوت فيت و دي تلاتة دوت انشز، ونصدر سطر. بسم الله اهو، واحد واربعين وسبعتاشر، اتنين وعشرين دي زائد ايه؟ زائد الواحد بكام؟ بتلاتة وعشرين. ليه زائد واحد؟ عشان ال 14 دي اكتر من ال 12، فنقصنا منها، نقصنا منها 12 وزودنا واحد هنا، يبقى دي بقى كام؟ بقت 23 ودي بقت 2، يبقى دي 23. تمام دي بقى كام؟ دي بقت 19. ليه؟ عشان انا برضه اكتر من 12، فبقت دي 19 ودي بقت كام؟ ودي بقت 3 صح؟ تمام. يبقى لما نيجي نجمع دي مع دي، اتنين وتلاتة وعشرين وتسعة، تلاتة وعشرين وتسعتاشر وايه والتاني. تمام يا رب تكونوا استفدتوا حاجة من الفيديو ده، ان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي مع حاجة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.